يقال عادة لا تلعب بالنار لأنها باختصار لا ترحم من يلعب بها. هكذا هو حال الجماعات الإرهابية التي تجرأت على اللعب بالنار صبيحة يوم الأربعاء الذي وافق 19 من فبراير لعام 2020، حيث بدأت هذه الجماعات الإرهابية لعبها بالنار مع قوات الأمن والدفاع التشادية المرابطة بمنطقة كوريبو غودي ضمن إطار قوات دول مجموعة الخمس في الساحل. هجمة إرهابية لقيت ردا شرسا من قبل قوات الجيش التشادي، فكانت النتيجة فرار الجماعات الإرهابية مخلفين وراءهم عشرات من السيارات وكميات من الزخائر والأسلحة النارية الثقيلة. عشرات من الأفراد غالبيتهم من فئة الشباب الذين عادة ما يتم استغلالهم في مثل هذه الأغراض البربرية. الهجوم الذي أطلق من قبل الجماعات الإرهابية التي تعمل تحت حركة سميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحركة CCMSR، أي مجلس قيادة الجيش من أجل إنقاذ الجمهورية، غطاء لعملياتها البربرية، قد تسببت في قتل 3 من الجنود التشاديين الأبطال وإصابة 17 آخرين بجروح طفيفة وأخرى من الدرجة الثانية. يقول المتحدث باسم الجيش التشادي العقيد أزيم برماندا أغونا: الرد البطولي والشجاع الذي وجهه عناصر قوات الجيش التشادي نحو الجماعات الإرهابية والنتائج التي حققتها على الميدان دفعت الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبلي صلاح لزيارة مناطق عمليات الجيش التشادي بكوريبو غودي على الحدود التشادية الليبية، ذلك من أجل رفع معنويات الجيش ومشاهدة ما تحقق من إنجازات خلال تلك العملية. حيث تجول الوزير خطوة بعد خطوة وشهد ما جرى على الميدان، لكن الواقع هنا يقول عكس ما قيل على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة تلك الحسابات المستخدمة من قبل هذه الجماعات الإرهابية والمتعاونين معه، حيث أنهم نسوا تماما بأن الحكومة والشعب التشادي لا تخيفهم لا المنشورات الإلكترونية ولا حتى الصور المفبركة، فقط يهمهم السلام والاستقرار وتنمية البلاد. رافق الوزير في هذه الزيارة القائد العام للجيش التشادي الفريق بكر عبد الكريم داود والمدير العام لقسم حماية مؤسسات الدولة وقائد القوات البرية وحاكم ولاية تيبستي وعدد من الضباط ومسؤولين بمؤسسات أمن الدولة. كما تشاهدون معي في الصورة، فإن الرد الذي تلقاه العدو من قبل الجيش التشادي كان قاسيا بكل المقاييس، إلا أن ذلك يعبر عن مدى القوة الكبيرة التي يمتاز بها الجيش الوطني التشادي في التصدي لأي حجمات أو أعمال بربرية قد يفكر بها مجرد التفكير جماعات إرهابية أو خارج عن القانون. من منطقة كوريبو غودي على الحدود التشادية الليبية، محمد عثمان بشير. Force Hana PC, Hana Force Hana G5, Sahel Hana Chad, Fizo Est, Fi PC Hana Kouri, déjà attaqué. Aoul G, Annouboulou, Noshkuru, Nougoulou, félicitations. Le Koulou Force Hana Défense Sécurité, commencé comme OPS, officier, sous-officier, soldat, le travail al se wo fi hirime. Achan Walat, Achan. بلد هجوم عشان وطن هجوم. والشيء الثاني ده اني نسي الحكومه جاي نسهل العفو، وكل مره ناس جادين مشيلنا يمشوا في الافنتير يشيلوا بنادق يشيلوا يتلفوا، نقول لهم تعالوا تشد حقنا انينا تشد ينبنوا سوا يخصنا انينا. وعشان ده كل مرة بريزان دي لا ريبليك يدينا يمدي عشان ناس يجو، وده ما يوصف كأننا ما نقدر ندافو تشاد، لا أننا نقدر ندافو تشاد، ندافو شعب تشاد، ندافو انستيتيوان لا ريبليك تشاد، والشرف لنا ندافو قدام حقنا نودرو روح حقنا عشان تشاد. دونك شيء نقول للناس الافنتريه وأننا اليوم وأنباكر كل وقت نقوله الافي والسلام والديفلوبمان هنا بييدا احسن لكم، ده ما هي دي مهناكم. كل واحد
إذا الأفضل الرئيس مدى ما شاء الله شاء الله درب آخر ده دب الشيء القدام هنا وقاعد ده دب شو الآخر ما في ده تشادين جن تشادين خسارة واحدين يغود في البلد في البرة يسوق ما منا إنترنت يكتبوا كلام يسوق كلام دبس يتشاتشي يال هنا ناس يدسون في الدروك يدسون في تيروريس يجي يموتوا ده كله ناس المسلمين ده حتى قاعد تشات برا تشات برا كله الجستيز يحكم حكم شغل ده ما شغل هين ما شغل هنا انترنت شغل ده شغل قاسي ما شغل تقعد في اوتيل تقعد في مكان واحد تكتب انترنت تسوي فيسبوك تسوي كلام ده بس لا 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 ده ما شغل ليب ده شغل ده دولة ده شغل ده انستيتيوان حكومة وشغل ده بقاسي جاقاي الافي والسلام والديمقراسي وكلام ده ما شغل هين واش ليه ده الف رجال يموتوا كله اني ما نحلو شغل ده